السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا، واللي هي حاجة مثلا بتقابل بعض الأشخاص اللي هم بيبقوا لابسين ساعات، اللي هي تغيير التاريخ. لأن في ناس بالنسبة لها الساعة دي عبارة عن أداة للوقت، أيا كان الساعة، ساعة غالية ساعة رخيصة، هي عبارة عن أداة للوقت. فهو اختصارا للموضوع ده كله، أنت ازاي تعرف يعني ايه تغير التاريخ في الساعة الانالوج. الانالوج اللي هي الساعات اللي فيها عقارب، اللي هي عقرب بتاع دقايق وساعات وهكذا، دي اسمها انالوج، يعني دي مصطلح اسمه انالوج. اما الساعات اللي بتبقى ديجيتال، اللي فيها ارقام ديجيتال، دي اللي بتبقى فيها رقمية، الحاجات الرقمية دي بتبقى ديجيتال. وفي ساعات تانية بتبقى انا ديجيتال، اللي هي انالوج وديجيتال في نفس الوقت، اللي هي زي جي شوك، الجي شوك اغلبية الجي شوك كلها. فاحنا نبتدي ازاي تعرف تغير التاريخ وبسرعه جدا. بص يا، انا هشيل دولك كده وهرجع لهم تاني. وليكن نيجي عند الساعه التيسو دي. الساعه التيسو دي ساعه تيسو اسمها كويك ستار. وليكن احنا عايزين نبدل التاريخ. التاريخ اهو في الاوكره دي، الاوكره دي اللي انت بتشدها بيبقى فيها تكتين. التكتين ليه؟ بص، اول تكه اسمع كده، يعني انا هحاول اقربها كده من المايك، ثواني اقرب المايك كده ناحيتها، خليك معايا لحظه. بص انا اقرب المايك كده منها. بص اهو، ثواني اقرب اكتر. في تكة تانية اهي، ثواني اهو، انا تكة بسيطة اهي. في واحدة كمان بعديها، سمعتوا الاتنين؟ اهي نقفلها تاني، نعملها اخر مرة. دي واحدة صغيرة كده، واحدة كبيرة، بس كده. نرجع بقى للمايك ونحطه كده بس ناحية ايه، ناحية بق كده عشان اعرف اتكلم. بص بقى، اول تكة دي التكة للتاريخ، او اول طلعت التاريخ. تاني طلع للعقارب. فانت حاول تبقى سنسيتيف قوي او تبقى حساس قوي في الموضوع ده. انت بتشد الكراون ده، بتحط ضافر صباعك ما بين الحتة دي الصغيرة دي، اللي هي الفاصل الصغير ده، الفاصل ده، حطه كده الضفر، تروح ساحب سحبة بسيطة. تمام؟ لما بتسحب سحبة بسيطة، بص الكراون بقى عامل ازاي، بقى خارج شوية. لما بتسحب السحبة الكبيرة دي، بص الكراون بيبقى خارج قوي كمان. فانا هنسحبها كده سحبة بسيطة، تمام؟ وبعد كده نغير التاريخ. بص التاريخ اهو، انا هلف يمين كده، هلف كده اهي، بص اهي، نرجع تاني. لا هلف كده، قصدي العكس اهو. 31، 32، 1، 2، 3، 4، وهكذا لحد ما نرجع ل 30 تاني. انت بترجع كده، يعني ترجع يمين او شمال، يعني على حسب التاريخ بيبقى مظبوط ازاي. عشان في ساعات بتلف ناحية اليمين، اللي هي كلوك وايز، اللي هي زي مشية الساعة. وفي انتي كلوك وايز، اللي انا بعملها دي انتي كلوك وايز، اللي هي يعني ترجع عكس عقارب الساعة اهي. نرجع بس لحد ما تكون 30. بص انت بتقعد تلف الساعة اهي، 26، 26، 27، 28، 29، 30. دي اول حاجة في الساعة كده، دي الكويك ستار دي. خلاص كده خلصنا منها اهي. نيجي للبرنارد اتشماير. برنارد اتشماير فيها التاريخ بتاعها عبارة عن شباكين، مش حته واحده كده. فهنعمل برضو نفس الحركه، هنعمل الكليك الصغيره اهي كده. انا طلعت اهو الكراون بره اهو شويه كده. نعمل نجرب الاول كلوك وايز، او كلوك وايز اهي، دي بتمشي اللي هي مع عقارب الساعه، اللي هي كانت كويك ستار اللي قبليها كانت بتمشي مع عكس عقارب الساعه. انت وحظك بقى. نعمل كده، نلف بقيت 31، 2، 3. انا هشوف بس لما تيجي الساعه، لما تيجي 10، بص هتبقى عامله ازاي. بص لما تيجي عند يوم 10، خدتوا انتوا بالكم؟ بس كده. نروح بقى عند يوم 30، تمام كده. خلصنا كمان الاتش ماير كرونو ماكس، اسمها برنارد اتش ماير كرونو ماكس. دي بقى تيسو للوكل، دي اوتوماتيك، دي تحفه، دي من تحفه الساعات اللي انا بحبها اهو. التاريخ عند رقم 4. هنطلع برضو، بص الكراون اهو مقفول، اهو الكراون مقفول، مفيش حاجة سداه اهي. بص هنشد الكراون ده حاجة بسيطة كده،
اهو بص طلع طلعة بسيطة اهي، في فرق اهو. نيجي نعملها اهو بقى ده زي عقارب الساعة اهو، 6 7 8. بص ممكن تعملها بصباعك كده اهو، اهو سامعين الصوت؟ ثواني وبص، بص الصوت التكت التاريخ وهو بيتحرك. بصوا اسمعوا كده الصوت، بص اهو ثواني نجرب كده، نحط دي كده هنا تحت كده هنا. بص ثواني، بس كده 30 وكده وكده. ثواني خليكم معايا وكده نكون خلصنا موضوع تغيير التاريخ اللي بيشغل كل الناس. تغيير عقارب الساعة، لو طلعت الأكرة لبره شوية أو الكراون أو التاج لبره شوية أكتر تقدر تغير عقارب الساعة. هو ده اللي كنت عايز أوصله لكم. شكرا جدا ليكم يا جماعة، وما تنسوش بالله عليكم تدعموني بلايك وتدعموني باشتراك في القناة، وتدعموني لو أمكن، لو أمكن، لو حضرتكم عندكم وقت، أنا بستأذنكم طبعا، لو سمحتم لو عندكم وقت تدعموني ان تعملوا شير او مشاركة للفيديو ده مع اصدقائكم، او تبعتوه عن طريق الواتساب، او تحطوه عندكم على الصفحة الشخصية، وابقى كتر خيركم جدا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.